ما كذبش عليك، هاد الناس تعدوا عنا بزاف. انا دابا بحال والدي ما داروا معاهم والو، خوتي كلشي جاو قالوا لك غتخرجوا حوايجكم وتخرجوا. فين نعسوا؟ فين هاد البرد والشتا دابا؟ فين نخرجوا حوايجنا وفين نشد؟ اقول ليه نزلنا في الاحصاء محصيين كلشي، يعني جدودنا كاينين هنا، ماشي حنا جاو وحدنا مورانا وخدوا الاستفاده ومشاو. تيقول لك زعما انت تسنى بلاتي حنا نديرو معاكم حل، حنا نديرو، ما جبنا حتى شي حل. الحل هو اللي عند الله سبحانه وتعالى، ما عطاونا ولا ورقه لا والو. هيا شو هاي دابا هاد الحويج وهاد نخواتاتي وخوتي فين ينعسوا؟ قول لي راه الناس الحبسون عايشه وناعسه واكله وشاربه، حنا اللي هنايا كنا في دورنا نولوا خارجين برا مليوح حين الزنقه. راه زعما يدنا يد المساعده، حنا باغينا يد المساعده اللي تعاوننا، ويد العمله ديالهم راه هما معاونين بها هما راسهم، ما معاونش الشعب. الشعب تيموت، الشعب ضعيف وسط المخزن. ما عنديش انا نبات في الزنقه. انت زدت شو انت راه ما كاينش كل شي واحد يدخلك لدارو، ما كاينش لا يدخلك لدارو، شي واحد يحل عليك، احل عليك الله، الله هو اللي حل عليك. اما هاد الناس هادو راه ما كاينش شي حاجه، ما كاينش شي قانون فوق من هادشي، من عند الله حاجه هادشي تحاسبوا امام الله قدامه. هاد الناس ما خداوش رزقهم، هاد الناس ما داروش، هاد الناس ما خداوش بزاف. حنا تعذبنا وضربت عمري كامله حبس، خرجت لقيت دارنا ريبه، تواصلت مع دارنا وخا عندي مشكل مع الدار ومعاهم، تواصلت معاهم يعني باش انا نصبر، وصبرت. وما ذلك المقدم قلت ليه، قال لي دير براكه، قلت ليه لا شوش دير ليا زعما، قالت لي وريقاتي خليني حتى انا مشيت. قال لي بلاتي انت راه ما كاينش اللي يد لها تعاونك، راه ما كايناش اللي يد لها تساعدك وتساعدك والله. راكو عوضوني من دابا ما نبقاش، فرحات عليا شي واحد باغي يبقى انا في هذا العذاب، شي واحد باغي هذا العذاب اخويا. نتمنوا من الله نهار كبير، نهار الجمعه يكون تواصل مع الناس هادو، لا يوصلهم هاد الميساج هذا.